سواح هو عفركم ما لنا معيني هو يا وضح يا زينة الملاح هو بالها والله رمي الشيخ ابن عجلان. تتعب يا ولد دعونا. ما لكم الطريدة الا يا طويل العمر. اقول سلطان وين؟ ما اشوف. هذا سلطان لفها. القوة جويت يا ولد عمي. هلا. طريدتي نهزمت وانت وش صار معك؟ اشرب ما الصيد يا ولد العم ودركادة. اي مير مود وخيل واعلن كبير وزقح مني وراه ذاك الحزم انهزم. خيرها بغيرها ان شاء الله. اشرب اشرب. Thank you.
أقول يا ولد خذ حلالكم وامشي عن الماء بساع. امشي. لا بالله ما امشي. الشيخ ابن عجلان أعطاك يومين بالأسبوع لجل تردوا الماء، واليوم ما هو بدوركم. ابن عجلان هو اللي قال لك؟ ابن عجلان الغشوم وبسمة هو اللي قال لك؟ مزقع وجهك ووجه ابن عجلان. انقلع من وجهي. لا بالله ما انقلع. من هو انت لجل تغلط على الشيخ ابن عجلان؟ وش قلت؟ ولا البلاش يا ولد العم. الغزلان ما لحقناه هنا، الارانب بزينات. سلطان، في احد غيرنا يقنص هان؟ لله يا ولد العم، هذا الصوت من يم بيارنا. خلنا نتوكد يا سلطان. زين. قوت يا واضحة هالعالية. سمعتي صوت البارود؟ ايه سمعته. الله يستر. تفضل. الله يستر، الله يستر. الحقني يا شيخ، كفر الله الشر. الحقني يا شيخ اطراد. وش بلاك يا ولد؟ الحقني يا عمي. اخرج علمني وش اللي صار. عرب عقاب يا عمي، عرب عقاب لفونا يم الماء وقحتونا مع الحلال وذبحهم فضي يا عمي. اذبحوه يا طويل العمر، اذبحوه. على هونك يا فلاح، على هونك. علمني من الاول للتالي ودفهم. خير، وش السالفة؟ في سالفة بالديرة يا هالربع. وش اللي صار يا عم؟ ربع دحام أخو عقاب اعتدوا على عيالنا وكحتوا الحلال عن الماء وذبحوا مفضي. دحام ذبح مفضي؟ ليه ذبحوا؟ بلي السبب. عليهم النشامة؟ أقول يا ولد العم، أنت خلك هان عند البيوت. أي. نخاف يغدرونا، وأنا والفرسان نروح يم البيار ونشوف وش السالفة. عليهم يا رجال. الله يستر. ليه ذبحوا الراعي؟ وكاد لجل الماء. الله يسامحه ابن عجلان. ابن عجلان هو السبب؟ شلون؟ يوم اللي فانا مرسال عقاب لجل يسترخصوا ابن عجلان انهم ينزلوا بديرتنا، اخوي سلطان قال لهم الماء شحيح، ما يكفي ديرتنا وديرتهم. بس عاد ابن عجلان من زود كرمه واصله ارخص لهم انهم ينزلوا بديرتنا. ولدي وش صار بينا؟ Oh, my God.
تنفذها من يدي وانا اخو غزاله. روقتوها الحين، تراجعوا يابا، خذوني يابا البيت، تراجعوا. على هونكم يا ربع، خلهم ينهزموا على هونكم. حل زوم نطلع من هالمكان يا شيخ سلطان. ليه يا اخوي رداد؟ اخافهم يعودون مع رجالهم وفرسان. نطلع من ديرتنا؟ لله يا اخوي رداد، ما اطلع منها وانا سلطان متعب. ارجع للشيخ ابن عجلان وخبره باللي صار، وخلى الرعيان يعاودوا، خلهم يردوا الماء. حينر هونك يا عم، سوق الحلال. ابشر ونزلوه يما الابيات. ابشر يا عم. ساعة اخوي ساعة. ابشر ابشر يلا. وريدك تفتح عيونك زين وتنتبه، واللي تشوفه بدير تعقاب تعاود وتعلمني عنه. مريدك تنسى شيء بد، انت فهم؟ اي بالله يا عم. يلا ابو يبسع. ابشر يا طويل العمر. يلا هذه الدوا تاخذين منه اليوم وباكر بالليل، وبعدها يختفي الوجع. سمعت انت؟ وش سالفتك؟ أقول يا وضحة، ما ودك تعلميني عن حل اللغز اللي قلتيه أمس؟ اللغز؟ اللغز اللي تقولين بيه أسألك عن بنتي ملحفة بالعباية، عباتها من جنسها بضع لفات، اتكشفت لبوسها تذرف على خدك من الدمع عبرات. وما عرفتي الحل؟ البارحة طول الليل وأنا أفكر بيه وما اهتديت لجواب. علميني وش حله؟ البصل يا الفطينة. هي صحيح، بلعون البصل، وشلون ما اهتديت لها الجواب؟ علامك يا اخوي. تطمن يا اخوي تطمن. حكيم بساع. انا بخير يا ابو كاي، انا بخير. حكيم الحكيم يا ولد. عمي دحام ابوي. سلامتك اخوي، سلامتك.
هان 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 على مهلك يا ولدي. قلت الحكيم بشاعي يا ولد. ما اللي صاوبك يا اخوي؟ وكاد ابن عجلان، وكاد ابن عجلان يا اخوي، لاني وردت الماء وذبحت واحد من رعيان. ابن عجلان الباقي يسويك من رعيان؟ ما كون الشيخ عقاب ان مشرتهم للديره كلها. كفو يا اخوي، كفو يا ابو كايد. انا شرت عليك من زمان، قلت لك الماء شحيح وما يكفي ربعنا وربحهم، خلنا شرد ابن عجلان من الديره كلها. عين خير يا اخوي، عين خير يا ابو عليان. والله ومحمد رسول الله لخلوه يدفع الثمن غالي. سلامتك يا عم، سلامتك. سلامتك. الله يسلمك يا ولدي. سلامتك يا سلامتك. تريح تريح. سلامتك. قلنا الحكيم يا الربح، الحكيم الحكيم. ارتوى الحلال يا متعب. ايه ارتوى وانتفق بعد. البل مضم يا خلها ترتوي زين ان شاء الله. طول صل، خلي عينك مفتحه ابو. ما عليه شر، مشافة إن شاء الله. مشكور يا حكيم. نسلم عليكم. حفظ الله. مسيكم بالخير. الله يمسيك بالخير، حي الله أبو فواز. علام هالديرة قايمة قاعدة، وش السالفة؟ مصيبة جتنا، ابن عجلان وربعه غافلوا الشيخ دحام صوابوه لأجل أنه ذبح راعي. لا 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 لا، الله من جهد البلاء. مشافة يا شيخ، مشافة يا شيخ دحام. سلمك الله يا ابو فواز، ما تشوف شر، هل من الله يا محلاه. شلونك الحين؟ الحمد لله زين زين. الحمد لله. الحمد لله. الله من جهد البلاء. هاني مشكور يا فواز. وليه ذبح الراعي؟ وش قلت يا ابو فواز؟ وش بلاك يا ابو فواز؟ أقول لك صوب الشيخ دحام لجل راعي وتسأل ليه ذبح الراعي؟ عوده. أنا ما قصد شيء يا طويل العمر، مير أريد أفهم السالفة. السالفة إن ابن عجلان قضى روحه يوم نحط راسه براسي، بلعون غير أرسله فرسان يغطون البر والبحر. يغطون البر والبحر؟ إيه. مير أريد أسألك يا شيخ، فرسان قبيلتنا كم يعدون؟ والله تسأل، انت ما تعرف ايش قد يعدون. لا بالله ادري، ولهالسبة بسأل. ازود من 200 فارس، وابن عجلان ما يحتكم مع ثلثهم. بلعون غير اسويه بيه تعليله ما صارت، لخلوه سالفه بين العربان، لخلي فرسانه يقرقطونه بضروسهم. رجال يا شيخ ما هي بالكثره، وانت ادري رجال بالندره. قل لي يا شيخ دحام، ليه ذبحت الراعي؟ وش بلاك يا ابو فواز؟ وش بلاه؟ رمحة تبريز يا ولد، الحين تشوف الندرة. يا فرسان الشيخ عقاب، يا سباع الليل يا زقور الفلا، كرامتكم من كرامة اخويا الشيخ دحام. لعيناك يوبا، لعيناك لعيناك يا عم الشيخ، لعيناك لعيناك. ويا ابو كايد قودنا للموت، ان النشام وما يفوتنا فوت. ويا ابو كايد قودنا للموت.
ملعون انك هبلتني يا ابو فواز. تريدنا نسكت عن ابن عجلان بعد اللي سواه بينا؟ لا بالله مرضاها يا طويل العمر. وش نقص؟ ابن عجلان يدري ويعلم زين وش عندنا من الفرسان وش عنده. والراي عندي اي نرسل له مرسال مع فشط الضوء ونخيره بين ثنتين. اي الاولى يرحل عن الديره كلها، والثانيه نتقاسم الماء بيننا وبينه يوم بيوم. واللي سووه باخوي دحام نسكت عنه؟ يا طويل العمر، الشيخ دحام ما يدري من اللي صاوبه، وخاف ان طلبنا بن عجلان للحق ما نقدر نقيم الحجه. ولا تنسى حنا ذبحنا واحد من رعيانه. ابن عجلان مختر بحاله وبولد عمه سلطان، وما ظنيته يقبل القسمه ما بيننا وبينهم بلمة. لحينها يفرجها الله يا شيخ. انا ما اسكت عن ابن عجلان السقيطه بعد اللي سواه بابوي. اهدى يا عليال اهدى. وايش قلت يا شيخ؟ الحين ارد الجوال. تبي يا وضحى؟ يعاونك يبا. ويكاد انك سمعت الهرج كله. ايوه بس سمعته. انت تدرين اني احب اسمع رايك شورج. السالفه ما بدها شور يا عمي. اللي صاوب ابوي المفروض ياخذ انجزاه. هل ادري وش هو رايك؟ انا اريد اسمع راي وضحى. انا رايي من راي ابو فواز يبا. لا تنسى طال عمرك. عمي دحام ورد الماء بدور بن عجلان. الله يجيب لي فيه الخير يوم. يا فلاح علم، وش شفت؟ عقاب يا عمي ودو غزينة. وش شفت من عربهم؟ فرسانهم ما ينعدوا يا عمي، يرقصون ويغنون، تقول انهم ينتظرون هاليوم من زمان طال عمره. زين زين يا فلاح، راح ارتاح. عافية عليك، ما قصرت. على امرك يا عمي. وش رايك يا عمي؟ السالفة ما ضل بيها راي. يقول لك يريد غزينة، غزينة. فليحان، مو هو وقتك الحين؟ صدق اللي قال يا قاري العلم عند الجاهلين اخطئت. وش قلت يا عمي؟ والله يا وليدي ربع عقاب ما هم هينين. مير الظلم الله من فوق السماء حرم. أنا أشهد. هم اللي اعتدوا علينا وذبحوا واحد من رجالنا. الرأي عندي نشاور الفرسان بالحرب. السالفة بالإيمان ما هي بالكثرة. صح لسانك يا عمي. وديرت ابن عجلان نحميها بسيوف مخضبة حدها بالدم. سلمت يا سلطان. برماح برجال متهاب الظلمة والموت ولا الدنيا. والموت ولا الدنيا. والموت ولا الدنيا. والموت ولا الدنيا. شباب الجال يا محلى الشمالي. والموت يا محلى الظلمة. الموت ولا الدنيا. الموت ولا الدنيا. الموت ولا الدنيا. القمر ما يشبه خيره بين ثنتين. الأولى الماء، يوم لنا يوم له، والثانية الغزو. افتهمت؟ افتهمت يا طويل العمر. توكل والله والنعم بالله.
قوتش يا بنت العم. قويت. شلونك؟ خير، وش تريد؟ أريد أتطمن عليك. زينة؟ تطمن، أنا بخير. ليه نغزي بن عجلان بعد ما ضيفنا بديرته وقسمنا الماء والربيع؟ عم الشيخ دحام هو اللي اعتدى بالأول، والرجل اللي ذبحه دمه برقبته لحاله، ليه نعرض روحنا للموت؟ حنا اللي اعتدينا، هم اللي اعتدوا، هالهرج كله ما يهم. اللي يشغل بالي شلون نقدر نهزم عرب شيخهم ابن عجلان وعقيدهم ولد عمه سلطان. قل لي شلون. لا ما يصير، ما يصير اللي يسويه اخوتش عليال. كل ما شافني واقفه باب المحرم يزلف يمي، وش يقولوا العرب عنا؟ يقول ابن عمها يسلم عليها، وش يقولوا؟ اسمعي يا عليا، قولي لعليان يبعد عن طريقي، ولا تراني اشكيه لعمي دحام. يكفينا شر البلاوي. اسكتي يا شيخة، كان لزوم نكحة عرب بن عجلان عن ديرتنا من زمان. الماء ما يكفينا ويكفيهم. هذه جزاتهم لجل قاسمونا ماهن وربيعهم؟ قاسمونا خوف نغزيهم. ليه نغزيهم؟ إن كان الله انطان سلاح ورجال، لزوم نشرد باقي العربان بيه؟ وش هالراي لسمعوا يا وضحة؟ صاوبوا أبوي عمك دحام. عمي دحام هو المعتدي، ما سمعتي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وش هالمصايبة اللي تلفي فوق روسنا؟ حاج بن عجلان شيخ ولد شيخ، وطعام زاد، وما ينظام بديرته أحد. إن شاء الله إنهم يحلوها بالود وما تصل مواصيل الحرب. الله يسمع منك. والصاحب اللي يخونك اجعله دور بداله ولا تندم على اللي فات. شيخ غزالة. هلا 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 بالخالة زريقة. قلتي تفضلي. انت ليه ما تعلميني وتريحيني؟ وش اللي علمك بيه بعد يا عليا؟ وش اللي ما يعجبك بعليان؟
استغفر الله العظيم. ارجعتي عليا، ما ودي اهرج بهالسالفه. والله عليان قلبه طيب ويحبك. ما يكفي يا عليا، ما يكفي. اللي وده تزوجه لازم يكون حكيم فهيم، تلفيه العربان كلها وتساله رايه وتتونس بشوره. يصير يا وضحه يصير. مير بالاول انت وافقي. لا حول ولا قوه الا بالله. انا سولف بالشرق وانت تسولفي بالغرب، خلنا نسكت احسن. تعالي. وش يقول البخت يا خالة؟ والله ما أدري وش أقول لك يا غزالة. وش قصدك؟ اللي أشوفه إنك ما تحبلين ولا تخلفين بعد. أبد؟ ما في شيء بهالسالفة اسمه أبد. لا تقطع الرجاء. أشاور. ورد لي الجواب. علمة يوم لكم ويوم لهم، والثانية الغزو. والرجل اللي ذبحوه ما أدري يا طويل العمر. وورودهم علمة بدورنا والماء لنا ما أدري يا شيخ. زيني وجه الخير، الحين بعد ما النشامة يقوموا بواجبك نرد لك الجواب. تقومون بواجبه، ما سمعت وش يقول؟ فليحان، هذا رسول وما على الرسول إلا البلاغ. لكنه من عرب عقاب، أنا أقول ناخذ روحه بدل نفضي. رجل برجل والما ما يخالف، يوم لنا ويوم لهم. فليحان قريدك قم معي. ريحان بالهول انك ما تفهم بالاولى شلون ترد على المرسال والشيخ حاضر، والثانيه شلون تشور بذبح المرسال وهو مرسال. انت ما تفهم ابن عجلان، انت بابوي انطو الشيخه وانا اللي حق منه بيها. اسمع انت، تدخل الشق وما تخرج منه غير يوم عاود، فهمت؟ زين الحين صرت قارع القبيله. بسيطة يا ابن عجلان، الزوم يجيك فلحان، الشيخ فلحان، ويجي يوم الحساب. بسيطة. تفضل على الميسور يا راعي الخير. جزاك الله فضلك يا طويل. والله ما ادري ليه ابن عجلان كبر السالفه.
عرب عقاب ذبحوا رجل من عربنا وتقولين كبر السالفة؟ يمه اللي انذبح من عربنا راعي، واخوي سلطان طخ على واحد من شيوخهم وصاوبه لجل الراعي. خلص يكفي. بلولة هالراعي بني آدم مثله مثل الشيخ، وحرام ينذبح بلي سبب. والثانية إن سكت ابن عجلان وما طالب بحقه باكر ما يلقى أحد يقول له يا الشيخ. والثالثة شيخ القبيلة هو طلاب حق الراعي وطلاب حق فرسانه وحريمه بعد. الحمد لله. كملي عشاك يمه. شبعت يا بنيتي، الحمد لله. أبو ركان خبر، وش العلوم عندك؟ ابن عجلان يسلم عليكم ويقول بلولة ذبحتم رجل من عربنا، رجل بري ما له ذنب، والثانية تجاوزتم دوركم بلمة وانتم ضيوف بديرتنا، وبعدها ترسلون المرسال بالتهديد. هذه وين صارت يا عقاب؟ أنتم تعرفوا العوايد زين، لكن يا حيف، يا حيف والله. وأنا بدور أقول لك يا عقاب، طايبوا عن دم رجالنا، وبعدها نمهلكم 3 أيام لجل تغادروا الديرة كلها، وغير هالهرج ما عندنا غير السيف والرمح والبرودة. هذا اللي قاله وسلامتكم. رضيت يا شيخ ابو فواز؟ سمعت ابن عجلان وش يقول؟ سمعت يا الربع ابن عجلان وش يقول؟ معه حق انه غزينا، لانه استقل خيرنا وقوتنا بعد ما ارسلنا له المرسال، وكان هو اللي ينتظر ان نغزيه. وهذا كله بسببك يا ابو فواز، وبسبب مشورتك اللي ما كانت بمكانها. ارعوا بن عجلان بديرته، روحوا غزيه. ايها غزيه واحرق بيوتهم فوق رؤوسهم. ايه انغزيه، وليه ما انغزيه؟ ما ادري ليه رجاله تهاب من الغزو، ما شاء الله يخوف بعربي بن عجلان. الحق الحق؟ تقصد أنا بن عجلان معه حق وحنا على باطل؟ إي بالله هذا اللي أقصده. مير شاور عقلك مرة ثانية يا شيخ عقال. شاور عقلي؟ أنا شاورت عقلي زين يا أبو فواز، واهتديت الطريقة تخلي رجال القبيلة كلهم غزون عربي بن عجلان. وش هي يا أبو كاي؟ العطفة. العطفة ألين هراين زين تخلي كل الرجاجيل يشاركون بالغزو، وما أحد يتوانى أبد. من اللي تركب الهودج؟ مدري، عم الشيخ هو اللي يختار. أخاف يختارننا، يجوز انتي ويجوز أنا. أنا ما أريد. وش هالبنية اللي ترفض العطفة؟ بلولة اللي يختارها الشيخ لجل تكون العطفة لزوم تكون أجمل بنت بالديرة وأكثرهن شرف وعزوة. والثانية فرسانة يزيدون عن فرسان بن عجلان، يزيدون كثير، ونتيجة حربنا معهم معروفة قدام ما يتلاقون. أنا ما أريد الحرب كلها، حربنا على بن عجلان حرب ظالمة. حرب ظالمة؟ حرب ظالمة هم طخوا عبوي عمة الشيخ دحام. ترى أنا تعبت من السواليف معك يا علي. إن كنت تريدين فرساننا ينذبحون لجل أبوك تصاوب، زين يا علي روح أنت بالعطفة وركبي هودج الحرب. إيه أروح بالعطفة لجل نكسر خشوم بن عجلان وربعه، وحينها يعرفون
وش ثمن اللي يطخون على الشيوخ عربنا؟ Hey, 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 hey